خلط سواق وخليها محصر هناك جنب ال موبايلاته كلها ضربه موبايل مصريه علنيه، مفيش عامل اجنبي واحد موجود في المشروع. ال 54 شركه اللي بتستخدمهم عاملين 120 موقع، 120 حفره زي الحفره اللي حضرتك دي. الحفره عرضها لازم 72 متر اللي هو عرض الميه في القناه، لان بعد كده القناه 40 متر، لكن لو 72 متر اللي هو عرض الميه نفسها، سطح الميه. ثم بعد كده احنا هنقرك اللجنان دي بالتفتيش نوصل لحد 40 متر، ولكن كل حفره موجوده عرضها 72 متر، وبطول النص كيلو او ربع كيلو للمقاول الاخير، يعني كان اكبر مقاول كنا عارفينه كيلو. فلقينا المعدل هيفرمنا، لكنها بقى كل واحد نص كيلو. العمق بتاع القناه تحت سطح الميه المفروض 24 متر. احنا من فوق لحد وش سطح الارض الطبيعي لحضرتك، يعني حضرتك دلوقتي واقف على الارض الطبيعيه. الحفره دي هنا الميه جت لنا هنا على عمق 18 متر. الارض متغيره، مره 18 متر، مره 15 متر، مره في السد الترابي بتوصل لما لحد 30 و33 متر. بنقول المنسوب المتوسط لعمق الحفر اللي احنا هنحفره الحفر على الناشئ يوصل لحد 20 متر. مره 250 مليار، كمان ربع مليار تقريبا او اقل سنة مبلول الحركات، نص مليار ده مفروض كله ان شاء الله الناس ده كله يخلص ان شاء الله باذن واحد احد. المفروض ان احنا ندخل الكركات في ثلاث شهور 90 يوم. احنا الكركات دلوقتي موجوده على الشط وبدات تشتغل في اقل من 30 يوم الحمد لله. فده برضه ايه، هو انا الميه الجوفيه تطلع براحتها، تلاقي الميه اقل. طب انا اروح فين؟ اروح لحد السد ولا الميه؟ لا هروح للميه. هروح للميه بعد ما اخلص ان شاء الله الحفر على الناشف ده واوصل للميه. هسيب الكركات بس الوحيده، لا انا بعد ما الكركات تخلص انا عندي حفرات اكتر، كل يوم بيجي لي حفرات اكتر. هماشي بقى الحفرات دي كده جنب بعض، تاخد من الميه 4 5 متر 6 متر الرمل اللي في الميه ده، وتحمل قلبات. كله شغال مع بعض، واحد واحد ان شاء الله باذن الله، كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله